مرحبا بكل رواد مكتبة العمومية الجولة اللي اليوم نظمنا بمناسبة اختتام مصيف الكتاب في دورة 30. نظمنا حفل تشتيتي ترفيهي للصغيرات ومكبار وصغار حضرونا ما شاء الله بتأثيث أثيت مجموعة عمي حيدر. الجو كان ما شاء الله صغيرات عملوا جو الكبار ومسابقات وكل شيء. والاختتام هذا متاع مصيف الكتاب جاء بعد احنا انطلقنا فيه توا عنا أسبوع. هو المصيف يبدأ من 15 جويلية حتى 15 شهور، لكن المكتبة العمومية عملنا جمعة توا متواصلة عملنا فيها حلقات حوار وحلقات نقاش بين وبين رواد صغار وبين فما أولياء جاءوا وزارونا، وعملنا ورشات سواء ورشات في الرسم في المسرح في المسابقات بين التلامذة وكل. المواضيع كانت مختلفة، احنا السنة خدمنا على 4 مواضيع. أول موضوع هو النظافة وحماية البيئة وكيفاش الصغار ينجموا يحافظوا على بيئتنا وعلى نظافتها ونظافة الأجسام ونظافة البيئة كاملة. فما الموضوع الثاني اللي هو العنف اللي هو تو ظاهرة ولات مستشرية في مجتمعنا، وإن شاء الله بالحلقات هذه وبالنقاش اللي صار ومع كامل الصغيرات نقصوا منه شوية لأنه ظاهرة متفشية. فما الموضوع الثالث اللي هو التدخين وآفة التدخين اللي هي آفة أنا نسميها القاتل الصامت اللي وحكينا فيه وحاولنا أن نبينه للصغار المخاطر متاعه شو اللي يؤدي الأمراض اللي يؤدي حتى تدخين كل. والموضوع الرابع اللي كان هو العنصرية اللي هو موضوع تويك وطني. العنصرية مش بالضرورة انه باللون، فهمناهم انه مش باللون يعني بركة العنصرية تكون ثم عنصرية حتى بين الاجناس بين الاديان التنمر اللي صاير في المدارس. وهم الحق كانوا منفتحين وحكونا برشا حكايات وتناقشنا وتفاعلوا وتفاعل رهيب انا ما كنتش نتصوره بالحق مع الصغيرات ما شاء الله عليهم وعطوا ارائهم وتحس ان هما فاهمين هالمواضيع هذه لكن شنو حبوا يحكوا فيها ويستحقوا بالحق المزيد من الورشات هذه ومن الحلقات هذه. والله هي كانت حفلة تشجيعية ممتازة وناجحة على جميع المقاييس، تحس الصغيرات تفرهدوا وشيخوا ولعبوا شاركوا حتى في مسابقات كعملوا برشا جو وهذه من حفلات تنشط الصغار وتحفزهم على المطالعه والكتابه وماذا بينا نشجعوا على الحفلات هذه باش الصغار يوليو يرجعوا للنخبه يرجعوا لصديقهم الاول اللي هو الكتاب احسن من اي حاجه خاطر ناخذوا برشا توا اللي هو الصغار الكل ولات التليفونات والحاسوب هو اللي يخدمهم في وقتهم. والله ماذا بينا يرجعوا الكتاب ديما اللي هو المنبع الاول والصديق الوفي. اكيد المطالعه هي حاجه ما نجموش ننساو دورها المهم خاطر هذيك اهم حاجه. كان تشجع كان في العربيه تشجع في انتاج الكتاب على القراءه وعمل وكانوا في الفرنسيه ولا في العربيه ولا في الانجليزيه المطالعه ما ننساوش دور خاصة برشا تظاهرات وبرشا مسابقات قاعدة تدور على المطالعة وأهمية الكتاب والقراءة. الحياة فهم زهرة الحياة.